واشرك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم بغيت نسولك، شنو رأيك في هذوك الناس اللي كيديروا تصاور ديال المائدة ديال الفطور كبيرة عامرة بزاف هذا وكيبداو يبوستوها سوغ انترنيت؟ هو مسألة خايبة، علاش؟ أنه كيجوع اللي ما عندوش. سكيفي مادام انت كتحط هاد المائده بكافه هاد الانواع ديال هاد الاطعمه هادو، فتسيل لعاب من الظروف ديالو ما سمحتش ليه انه يقتصر غير على بعض الاغذيه، وبالتالي دي كتبان ليا نوع من استعراض العضلات والتفاخر على بعض، والتفاخر هذا هو مذموم شرعا. تماما. نعم. شنو تبغي تقول للمغاربه بمناسبه شهر ديال رمضان؟ وبمناسبه شهر رمضان كنتمنوا لجميع المغاربه والمسلمين في بقاع العالم انه يدخلوا عليهم الصحه والعافيه والمغفره والهدايه، والله يرحم جميع المرحومين بهذه المناسبه هذه. شكرا لك وتبارك الله عليك. السلام عليكم. مبروك واشرك. مبروك رمضان. الحمد لله. قول لي شنو رايك في هذوك الناس اللي كيبداو يصوروا التصاور ديال الفطور ديالهم زعما الطبله عامره وهذا ويبداو يبوستوها في الانترنيت فاركو بيناتهم؟ يا داكشي اللي كانوا كيتصوروا داكشي راه ماشي حتى تما، خص داكشي يبقى مستور، داكشي اللي غادي ياكل بنادم يبقى مستور باش تخرج ليه شويه ديال الثقه بينه وبين الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. شنو تقول المغاربه بمناسبه شهر ديال رمضان؟ شهر ديال رمضان تنقول لجميع المغاربه اهلا وسهلا مرحبا بالشهر المبارك الذي يغفر فيه الله الذنوب، اللهم اجعله على جميع المغاربة قاطبة بالخير والسرور والهناء والمغفرة لجميع الذنوب. السلام عليكم أمين. ورحمة الله. نزيدو نقلبو عاوتاني نسولو الناس على الرأي ديالهم. لالا مبروك عواشرك، رمضان مبروك، تبارك الله عليك. كاين بعض الناس كيبغيو شي تافيشا وربما زربانين، لأن الله يكون في العون، إلا كانت مرة غتكون زربانة أنها تمشي باش توجد الفطور مو كان عدروا. نشوفوا هذاك السيد اللي جالس لها اشرف عش. السلام عليكم، مبروك العواشر، مبروك رمضان، كي داير؟ لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ جلس حداك؟ لا انا جلست. قولي شنو رايك في هذوك الناس اللي كيصوروا الطبله ديال رمضان عامره ومزوقه ومقاده ويبداو يفرقوا بعضياتهم في الواتسابات وفي الانترنت؟ ايوا انا ما عرفنا اش هذاك الشيء كامل، هذا الشيء انا ما عنديش مع هذاك، والله ما عرفتش غنقول لك. قول لي الراي ديالك، زعما شي واحد يصور الطبله ديال رمضان ويفرق، يقدر يكون شي واحد اخر محتاج ما عندوش عنده وليدات ويشوف هذاك الشيء، واش انت كتشوف الطريقه مزيانه ولا خايبه؟ ها والا جيتي خايبه الا جيتي مزيانه، والا جيتي خايبه نيت يبين اش الحياه قلت اش الحياه قلت. ايوا اني يفتش الحيت نعم بغينا نديرو كي نهار كي واش حليا شكون لا نبداو اتشان جون دايغ كذا وطوفين كذا، ولكن ماشي مزيان. ماشي مزيان انا بنظري هذا اللي ما مزيانش. سنتماخ؟ ايه سنتماخ. ايه اشكون الاسلام اوريغا غي كان خصا نقسمو مع المحتاج، ماشي نتفاخروا عليه. ايه زميلة أشرف، تلاقينا مع زميلة ديالنا. أهلا وسهلا مريم. أهلا صافا لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك وشي مزيان. مبارك وعواشرك. الله يبارك فيك علينا وعليك وش متمنيش إن شاء الله. يا ربي آمين. قولي لي شنو رأيك في هذوك الناس اللي كيصوروا الطبلة ديال رمضان عامرة مزوقة ويبداو يبارطاجيو هذاك الشيء في الإنترنت؟ أول حاجة كنبغي نبارك العواشر لجميع المغاربة ولجميع المسلمين. صراحة أنا ماشي مع كاينين بزاف ديال الناس مساكن، يعني الناس ما بحالهمش، ما عندهمش امكانيات باش يوفروا واحد الطابله اللي كي مثلا بحال الناس اللي مثلا المشاهير كنعرفوا تبارك الله. كاين الناس اللي عندهم امكانيات بطبيعه الحال، محق الواحد يعيش كيف ما بغى، يفرح بالمناسبات برمضان بالعواشر كيف ما بغى، ولكن يراعي واحد الفئه اللي صراحه حتى هي ما يمكنش توفر مثلا بحال الناس اللي مثلا عندهم امكانيات. الا غنديروا شي حاجه زوينه نبارطاجيو بيناتنا يعني كعائله، اما باش مثلا نحطوها مثلا في الستوري في السوشيال ميديا ما كاينش. علاش انا كاع ربما الناس اللي كانوا مدمنين وباغيين يبارطاجيو جو سي با، المهم هذا الراي ديالي، تنقول يبارطاجيو هو مثلا حاط صلايه وغادي يقرا القران باش يشجع الناس ويقول لهم اجيو نختموا القران، ماشي يبارطاجيو الماكله باسكو الماكله حشومه راه صافي. كما قلتي اختي مريم، يعني كاين بزاف ديال الحوايج يمكن نبارطاجيو مع بعض
بلدياتنا نعطيو منهم ميساج زوين. بطبيعه الحال كاين بزاف الحوايج نقدروا نوصلوا واحد الميساج زوين لجميع الناس، ماشي بالضبط غير الماكله اللي نصورها ونحطها في الستوري. مثلا نحط مثلا نحطوا انا كنقرا القران مثلا، نشجع الناس علاش لا. انا وصلت مثلا الحس بالفلان الفلاني ما كاينش مشكل. مثلا ولا مثلا ها هي الوقيته اللي غنمشي مثلا فيها مثلا نصلي، مثلا غنمشي صلاه التراويح مثلا، انا بارطاجا مع الناس واحد مثلا نعطيو شي حوايج اللي زوينين. اما الماكله يعني مثلا بالنسبه لينا دايزه ما كاينش، لاش مثلا غنزوق اليوم مثلا تيقول لك الكرش نكاره الخير هذاك الشيء اللي كاين. بارطاجي شي حوايج زوينين الماكله مثلا، نراعي واحد الفئه مسكينه اللي ما تقدرش توفر مثلا لوليداتها مثلا شي حوايج. يعني مثلا نفكروا مثلا غير الاطفال مثلا غيشوف الاطفال. والله اختي حتى حنا كبار باقينا وربع المرات وكت كيف ما كنقولوا عواش مبروكه على جميع المغاربه. وتمنى الله يكبر بك اختي مريم، وكنشكر الطاقم ديال اشواقع الاخ العوينه حتى هو يا كنباركوا ليه العواشر وكاع الستاف ديال اشواقع. كنتمنى لكم عواش مبروكه. حتى حنا كنتمنوا لك عواش مبروكه. الله يبارك شكرا ليك وتبارك الله عليك. الله يكبر بك. شكرا لك. قولي شنو الراي ديالك في المغاربه اللي كيصوروا طوابل ديال رمضان مزوقين ومقادين ومعامرين بالماكله كيبداو يبارطاجيوهم في الانترنت في الستوري وهذا؟ واش انا بغيتي نقول على ليا ولا على المغاربه؟ الراي ديالك ديال الراي الناس اللي كيديروا بحال هكذا. دابا على حسب جماعه ولا ضد؟ دابا انا ضد، هي اصلا انا ضد. واني تتشوف دابا رمضان بنادم تيعشق تيبغي يدير ما بغا، حتى حنا ربما تنعيقوا الطابله ماشي لا ولكن تبارطاجيها مع الناس تقول لهم يجي عندك مثلا ولا شوف جارك ولا شوف هنا ولا عيط لهنا ولا هذا، راه كاين ممكن اي حاجه اللي درتي منها راه تعطي منها. هذه مزيانه. انا السؤال ديالي هو انك كتبارطاجي في الانترنت والناس اخرين ما كتعرفهمش كيشوفوا ديك الطبله ديالك. ما عندهمش فريمون. لا فريمون هذه القضيه حتى هي خايبه. الا بغيت ندير شي حاجه نديرها انا والجيران ولا نديرها انا والاصدقاء، ماشي نبقى ندير لا مالي انا الانترنت اش بغي يكون. لا لا هذه ماشي سميتو حاجه هي ستره، درتيها مزيانه ولا خايبه ديرها ستره باش تكون فيها لاجر ويكون فيها التصايب باش غتاخذ لاجر مع الله. وهذه لاجر مع الله ماشي دير تبقى تبغي تفتخر بهذا ولا هذا ولا هذاك. وغادي تسمح لي الكراري خدام غادي تقول لي كلمه للمغاربه على قبل الشهر المبارك. شهر هذا شهر الصيام وشهر الهدوء والصلاه والدين، والانسان يكون ثاني يفرط وما يكونش معيق ثاني في الدين، خصو يكون غادي باش يبقى يصلي الليل وهذا ويكون داك الشيء مزيان. ورمضان علينا وعليك مبروك لله. تبارك الله على العقليه ديال المغاربه. الصراحه كيف ما شفتوا بزاف الناس ضد هذه الفكره هذه اننا نبارطاجيو الطبله ديالنا المزوقه، حيت كاينين بزاف الناس ربما ما عندهمش، كاينين الوليدات صغار. انا كنقول تقدر تكون مرا محمى او كتوحم وتشوف شي حاجه ماشي ضروري ما عندهاش فلوس ولكن ما عادش تقدر تطيبها ولا هذا وما غتوصلش ليها. فانتقوا الله في بعضياتنا. شكرا لكم وصحه فطوركم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.